اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجنا صحتين وهنا. يعني احنا دائما بنحاول نقدم كل إشي جديد، كل إشي خفيف، كل إشي بلا فرن. اليوم الحلقه برعايه بلا فرن، بس اليوم آخر فرن واحده. اليوم طبعا مثل ما تعودتوا علينا كل يوم اربعاء بكون مع يارا لحتى نقدم اكثر من وصفه، وهالمره زي ما وعدتكم الاسبوع الماضي واللي قبله واللي قبله، على اساس انه البرنامج له سنه اسبوعين. حلو حلو هيك نحس انه هو له فتره، ولكن رح تقدم لنا اليوم يعني سيت اب من الاخر. اليوم رح تكشف عن هويتها الصح يا بالحلو. بالحلو هذا الحلقه اللي كل حدا عم بستناها. شو اخبارك؟ تمام، انت كيفك؟ انا كثير منيحه، شايفتك اليوم ما شاء الله سيت اب بجنن، يعني هيك اجواء العيد قرب العيد، فهي الاجواء اللي بحاول دائما اعملها بالبيت، فحبينا هيك اليوم نعيشها بالاستوديو واقدم لكم وصفات سريعه وسهله وكلياتها بالتمر. حلو. وشفتي يمكن انت لا 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 ما ميزتي هذا في التمر. لسه ما حكيتش انا هذا هون، بس بدي احكي شغله خدعتني خداع مو معقول. يعني قديش انا بحس حالي بحب الاكل وباكل وبعرف اميز، بس اكتشفت اني انا ما بعرفش اميز ولا شيء. هاي تمر ولا شوكليت؟ عن جد ضيعتيني. هاي منيحه عشان الاطفال. طيب هلا شوفي يارا، طبعا احنا هلا موجودين معاكم مباشره على الهواء، رح نكون معكم كمان على صفحه عمان تي في اوفيشال على الفيسبوك. بدي منكم تكثفوا المشاركه بالشير، توصلوا خواريفنا، توصلوا كل الوصفات اللي رح تكون موجوده معنا اليوم بحلقتنا لعدد كتير كبير من يلي بتابعونا. طبعا اي سؤال اي استفسار انا جاهزه اوصله ليارا لحتى تقدر أكيد. فعليا يارا تجاوب عليه بالتفصيل الممل اليوم 100%. شو اول وصفه رح ناخذها؟ اول وصفه رح نعمل كرات اللوتس بالتمر، بسكوت اللوتس وزبده اللوتس اللي كتير ناس بحبوها، ورح ندخل فيها التمر، ورح تكون هيك ضيافه لطيفه معها شويه مكسرات، رح يكون فيها سميد برضو عشان هيك يعني تعمل على تماسكها. لطيفة. هلأ رح تشوفي كيف. هلأ أنا اليوم بدي أركز مع كل اللي بتابعونا يارا، ما بعرف إيش هلأ خلال الحلقة رح أركز أكتر معها بقصة التمر. يعني مصرة اليوم يكون كل وصفاتنا للعيد ذاتية وصحية. على العموم قبل ما أرجع أطلع لأول وصفة معنا، بدي أسأل سؤال دانا إذا بتحب تحطيه على السوشيال ميديا. هل انتم من الاشخاص اللي بتعملوا ضيافه العيد من الاي تو زد، او ضيافه رمضان من اي تو زد؟ يعني بتعملوا اكسسوارات مثلا عيد الاضحى بتجيبوا خواريف، بتعملوا مثلا حتى الحلويات؟ يعني في ناس ما بيجيبوا، في ناس بيشتروا، في ناس يعني بيعملوا مثلا زي زينه رمضان بزينوا، صرنا كمان نزين بعيد الاضحى، بعيد الأضحى. صرنا نزين بعيد الفطر، ففي عندنا دائما زينه. بالضبط، بلشنا نكون كرياتيف. رح نطلع مع اول وصفه. يلا كرات اللوتس بالتمر. رح تحتاجوا لكوب سميد مجمد ثلث كوب حليب بودرة محمص، وكوب ونص من زبدة اللوتس، وعلبة قشطة، وكوب لوتس مطحون، و150 جرام تمر منزوع النوى، بالإضافة لكوب من جوز من الجوز، وبسكوت مطحون للتغليف. يلا بلشوا تواصلوا معنا. على فكرة يعني أنا عم بقرأ المكونات، اكتشفت إنه ممكن تعمليهم يارا إشي كمان مش بس بالعيد، كل يوم ضيافة. ضيافة بالضبط. يلا قولي لنا. طيب مثل ما حكينا بالمكونات، أول إشي رح نحمص، هو كان مكتوب غلط يمكن، مجمد خلص مجمد محمص كل واحد. رح نحمص السميد لحتى يتغير لونه، أوكي، وبعديها بنحمص كمان الحليب. بس ما رح نحمصه مع بعض لأنه بلاش، هذا الحليب بنحرق بسرعة. أوكي. فبدنا بس وبعد خلينا نحكي هيك شوي حتى يتحمص السميد، بنحمصهم، بنضيف عليهم زبدة اللوتس. أصلاً هي هذا بيكون سخن، هي بيكون شوي جامدة، بيدوبوا بتروا مع بعض، بنضيف عليهم القشطة وبقية المكونات. طب التحميص على نار عالية؟ على نار وسط، ما بدنا ينحرق. يعني أنا مش معلية النار كتير، بس بدنا يعني ما بدنا شو اسمه ما بدنا ينحرق وما بدنا تكون كتير طول بطيئة. حلو. طيب هلا انت بدي اسالك، ما انك انت هيك يعني ست بيت ما شاء الله وبتحبي هيك دائما الزينه والترتيب. انا ما بعرف الي تقريبا سنتين لثلاث سنين صرت احس انه فرض واجب انه لازم ازين، انه ازين. صح. يعني بحس انه الاولاد بنبسطوا انت نفسيا رغم انه ما بكونوش قاعدين، وثلاث ارباعنا اوعك تكسر هاي واوعك بحمل جمايل يعني لا، ورغم انه حتى كتير ناس قليل الناس تزور بعض هالايام. يعني خاصه هالسنتين اللي مرقوا يعني بالذات برمضان. بتعرفي هاي الجمله برافو عليكي، قديش في ناس قاعدوا يقولوا رغم انه ما رح نجتمع بهذا
بس بدنا نزين. بس بدنا نزين لإلنا لإلنا بالضبط. هو مو شرط اليوم يعني ما شاء الله عملتي لنا ستاب والقهوه كمان. اشربي قهوه. كنتي اعمل لكم قهوه. طب هاتوا بدك رامي تاخذ وانا بسكب القهوه. قديش انا فنانه هلا بده يطلع مسكر بالاخر. لا لا يعني شوفوا بدي اضلني امزمز عليها كل الحلقه. طيب انت يارا اليوم ليش فكرتي بقصه التمر؟ ايش الفكره؟ لانه بحسه مرات كثير مظلوم بالوصفات. خلص يا كعك وعجوه معمول يا اما كيك التمر اللي يعني زاكيه اكيد بنحبها. وكثير مرات انا بلاقي عندي تمر بالبيت وما بعرف شو اعمله. يعني انا مثلا اهل بيتي مش كثير بحبوا التمر ياكلوه اكل. طيب هيك. شوفي بدي اسالك سؤال. هون امل بطاينة سالت سؤال كثير لذيذ عم بتقول كبش قرنفل بنحط للمعمول واذا بدي احط كبش قرنفل بنحط مع الطحين ولا مع العجوه؟ هلا كبش قرنفل كثير طعمته قويه. بحد انا بفضل انه ما ينحط على المعمول. يعني هو اللي زاكي مع المعمول جوزة الطيب شوي القرفة شوي برضو اليانسون الشومر هاي اللي هي بهارات المعمول. يعني ما تحط. انا ما بفضله مش كثير يعني حتى بالاكل بكون حذره فيه الكبش قرنفل لانه كثير قوي. عرفتي بس اذا هي حابه تحط شوي وتحط مع العجوه اكثر ازكى من العجنة كامله. يعني اذا بدك تحطي بالعجوه 100%. طيب في سؤال كمان عم بوصلك من سوزانا. اهلا وسهلا فيك يا سوزانا. عم بتقول تمارا اسال الشيف بالنسبه لتخزين الكوكيز والمعمول. اوكي الكوكيز والمعمول. حلو هذا السؤال. هلا المعمول إذا بدنا إياه لفترة طويلة بفضل أن نحط بالفريزر يتغلف كتير منيح وينحط بالفريزر بقعد شهرين بقعد ثلاثة. كتير في محلات هيك بيعملوا. هلأ بالنسبة للكوكيز إذا كان كوكيز سادة عادي بضل برا ما في مشكلة. شو قصدك بسادة؟ يعني إذا ما عليه عجينة سكر زي اللي رح نعمله نحن اليوم. أوكي. إذا عليه عجينة سكر أنا بفضل أنه يتغلف كتير منيح ما يدخل له هواء ولا يدخل له أي إشي بارد وينحط بالثلاجة. حلو. هلا نحن هيك تقريبا شايفه اتحمص رح نحطه. اللون شايفه لونه تغير شوي. اوكي رح نحطه شوي لانه حامي. وراح اخذ الحليب واحمصه. الحليب بدنا كتير نكون سريعين. الحليب بنحرق بسرعه بنحرق. طيب بدي ارد على سحر حبيبه قلبي. احنا موجودين باللايف لاخر الحلقه بس هلا ما رح نقدر نرجع نطلع المقادير. بتقدر تتابعينا باي لحظه وتشوفي كل يلي موجود. من اول وجديد. هلا كمان هون عم بيقولوا لك يارا انت بفتره العيد كيارز كورنر شو بتعمل؟ كيارز كورنر احنا بنعمل كوكيز خرفان مين باكثر شيء. كنا زمان نعمل معمول بصراحه بعدين وقفنا لانه كثير بياخذ وقت فصرنا نجيب يعني معمول طيب وزاكي وبنبيعه. بس احنا بنعمل كوكيز خرفان بعيد أضحى وقلنا من 7 سنين وبالفطر يعني خلص معمول وصص. بعيد الفطر بنعمل المعمول بنبيع المعمول. طيب يارا أنا كتير رح أسألك شكل اليوم رح أقضيها بس أقرأ الواتساب وال... طبعا أم عادل النمري شكرا كتير لإلك بتقولي يسعد لي مساكم مبدعين منتابعكم أنا وبنتي ربا وزوجها وبناتها ماركيلا وماريا يسلموا على كل إشي عم بتقدموه. أحلام عم تسألك إيش أفضل وصفات لاستخدام زبدة اللوتس؟ يعني مثل هاي الوصفات كتير بيستخدموه بالتشيز كيك لانه زاكي. زبده هاي هي زبده اللوتس. انا ليش بفكر انه نفس لا انت بتفكري زبده لا دهن زبده لوتس. اللوتس قصدي هي هاي نفسها هي اللي ممكن اغطس فيها الاشي هي هاي الدهن اللي هي يعني هي مش المفروض زبده اسمها. هي اسمها المفروض شو بسموها بيست معجون. بالضبط معجون. هلا رح نحط الحليب. شوفي كيف هي طلع فيه شويه. ايوه عادي هذا ما في مشكله بس اذا تركناه اكثر ممكن ينحرق. تمام. طيب سؤال برضو ليش عم بتحمصيهم؟ شو الفكرة؟ بفرق بالطعام؟ هلأ ليه حطينا حليب بيعطي طعم الدسامة زاكية إذا حطينا ني مو زاكي الحليب. السميد عشان يفتح إذا حطيناه برضو ني بهاي الوصفة لأنه ما حينخبز ما رح يفتح رح يصير يقرش كتير. فهمت عليك. عرفتي؟ هلأ رح نجيب معجون اللوتس. هم بسموها زبدة لوتس. اوكي بنلاقيها بالسوبر ماركت. موجودة طبعا. بعدين بدهم منك عمل بسكوت مع كاكاو وزبدة. بتخيل رح نعمل كوكيز بشبهه اليوم. احنا رح نعمل كوكيز بس الكوكيز الفانيلا السادة. اوكي هلا هاي طيب. سخنة كتير. في سؤال برضو اللي عم بقولوا لك انه بيعملوا معمول بشهي والعجوة بيعجنوها بسمنة بس بتلاقي مشكلة بعد فترة بتجلد والعجوة داخل حبة المعمول بتكون جامدة. ايش المشكلة؟ بيكون زيتها او سمنتها اللي دهنوها فيها عجنوها فيها كتيرة. العجوة لازم ما ينحط عليها كتير دهون لما تنحشى بتصير يابسة زي الحجر يعني. ومرات بيكون نوع التمر بيكون له فترة عند المحلات. لا مو خربان بيكون قديم مش كتير يعني مش كتير طري.
طب هون عم بيقولوا لك شيف، هل يفضل بمعمول السميد اضافه الدهن دافي ولا ساخن؟ المعمول اليوم دافي، يعني مش دافي دايب، ساخن شوي مش مغلي. يعني دافي بس مش يعني بغلي. اكتر يعني قبل يعني ما يغلي وانت بتحطي اصبعك اكيد بس مش بغلي. أوكي. تمام. لانه فيه مواد حليبيه فبلاش انه كلها تنحرق. طيب معناته اي حدا بده يوصل اي سؤال ليارا يبعث لي مباشره على صفحه عمان تي في اوفيشال على الفيسبوك، وبدي منكم تكثفوا من المشاركه بالشير، بدي تعلى نسبه المشاهده. تمام. وبدي توصل الحلقه اليوم لعدد كتير كبير من الشخصيات اللي بتتابعنا واللي بيحبوا يعرفوا كل اسرار ضيافه العيد. طيب شوفي هلا احنا حطيت هاي، بس حبيت انه كل حدا عم يسال على المعمول. انا تخيلت بعيد الاضحى، بقول لك لسه احنا مش عم نطلع من فكره انه بالعيد لازم بالضبط معمول. لازم معمول 100% صح، مع انه انا بحس بعيد الاضحى مش كتير مرغوب المعمول. فحسيت عشان هيك انه نعمل هاي الضيافه. هلا رح ناخذ التمر اللي قمنا منه البزر اوكي مع الجوز. تنقعيه ولا لا؟ لا لا مو منقوع. طب يارا وانت عم ترجعي عم بضلهم يسالوني بالمقادير، قولي قديش حطيتي سميد؟ كم كوب كم كذا؟ سميد حطينا كوب تقريبا حطينا كوب. زبده اللوتس كوب ونص، التمر 150 جرام، الجوز تقريبا نص كوب ولا كوب، انا كاتبتهم ناسي كوب. اوكي كوب، يعني انا بقول لكم هلا يارا عم بتقول بس كمان هي بدها تفوكس اكيد لا بحكي بس لانهم اكثر من شغله فما بدي اتخربط بالرقم. اوكي هلا خلي هاي شوي، هلا بعينكم الله على الصوت. خذي راحتك يلا بشرب قهوتي. بسم الله يا رب كمل بس. هلا انا طحنت شوي خفيف عشان اطري التمر، هلا رح احط الخلطه اللي عملناها تبعت اللوتس والسميد عشان برضو التمر يصغر معي أكتر. يصغر يعني ينعم يصغر ينعم أكتر 100%. ورح نحط القشطة، خلص كل المكونات هلأ. طيب شوفي عم بسألوكي هون يارا، التمر إذا عليه حبيبات بيكون خربان؟ حبيبات إيش؟ حبيبات يعني إيش؟ بيضة إيش؟ إذا بيضة أظن فطريات بتكون، بيكون خرب ما عمري. طيب كمان هون في سؤال عملناها تريليشيا، عملنا احنا تريليشيا عملناها بأول حلقة ليارا ثاني حلقة الأسبوع الماضي. طيب هون كمان عم بسألوكي يارا إذا طلع من التلاجة ورجعنا نستخدمه بشكل مباشر المعمول ولا بيخرب خلص للإتلاف؟ لا طبعا ما بيخرب. كيف يعني طلع من التلاجة؟ يعني أنت اليوم قلتي من خزنه بالفريزر من طلعنا بصير درجة حرارة الغرفة. طيب خلصنا ضيف يعني نرجع نحطه بالفريزر؟ لا ما بفضل، طوله على قدكم. أوكي برافو يلا يارا بس بدي استغل الفرصه لكل اللي بيتابعنا، بالاضافه اني انا بطلب منكم دائما تعملوا لنا شير على صفحه عمان تي في اوفيشال على الفيسبوك، بدي ارجع اطلب منكم اي وصفه زي التريليشيا تريليشيا اللي هو هاي التركيه صح؟ مكسيكية خلص هلا في تركية وفي مكسيكية. فوتوا على صفحتنا على قناتنا على اليوتيوب، اعملوا سبسكرايب للقناة هلا بتطلع بأسفل الشاشة، وبدي منكم تحضروا الوصفة كاملة طبعا على أي إشي بيروح عليكم بتلاقوه على القناة. طبعا هون يارا ممكن تسألي للشيف فرح، عم تسألك أفضل فضل طريقة لحشوة الجوز وما تصير يابسة. جوز ينحط لها شوية قطر مع قرفة وماء زهر وبس، تطلع كتير زاكية. ما أحلى، في ناس ما بيحبوا ماء الزهر بس أنا بحبه حتى مع الجوز. طيب هلأ بس بدك تعجنيها آخر إشي. خلص يا جماعة هاي خلصنا عشان نشوف الوصفة اللي وراها. أحسن إشي إنكم تشكلوها هلأ، ما تخلوا يعني تقدروا إذا مو هلأ تحطوها بالتلاجة قبل ما التشكيل، طلعها برا شوي نعمل الطابات اللي بدنا إياها. تقدروا تعملوها بأي شكل وبعدين بنغطيها باللوتس. طيب انا رح اطلع بالفاصل بشكل سريع جدا 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 ورح نرجع مع اسئلتكم اللي ما عم تخلص. انا كثير مبسوطه بتفاعلكم معنا اليوم، نرجع.
طبعا رجعنا لكل يلي انضموا لنا هلا. اليوم احنا عم نعمل وصفات للعيد بس عم بتكون خارجه عن المألوف. اليوم عم نكسر قاعده المعمول وعم نعمل اشياء وضيافه بتجنن مع سيت اب كثير حلو، لانه خلص احنا بال2021 ما ضلش فيها معمول وسميد وجميد وكل هالقصص. هلا اللي بدي اقول لك اياه يارا انه عم بسالونا عن اعطيني بعد اذنك اللي احنا عملناهم قبل شوي كرات اللوتس. فكيف بدك تزينيهم اشوف؟ هلا اخر شيء حكينا بنعملهم طبات وبنحط غطسهم بالبسكوت تبع اللوتس، بنرش عليهم هيك. اوكي بنخلي الرش بالاخر عشان تعطيهم هويه. لا هلا سيحت شويه لوتس، شوفي هلا كيف الدمار الشامل. هيك يا سلام، شوفي كيف يعني بين فلافل. اكيد لا، مين اللي عم بحكي فلافل؟ طبعا رامي مخرجنا بقول قبل شوي ما راح بقول فلافل، تقول له فلافل للعيد. طيب يارا عم بسالوكي شو نحط بالتمر علشان يطلع طعمه زاكي؟ هيل. لسه كنت احكي هيل. ممكن نحط زعفران كمان اذا بدكم زعفران. لسه هلا بدي احكي انا هيل زعفران. بنقدر هذا اللوتس ما نحط هذا الصوص، بنقدر نحط صوص ثاني كمان، مثل مثلا ممكن نعمل شوكولات مع كريمه وننكهه بزعفران. حلو هيل زاكي كثير. هيك خلصنا، هيك خلصنا بس هيك عشان ما يبطل فلافل. هي بطل فلافل، صار فلافل فلافل ولا محلة. مش فلافل، سكر محلي محطوط على كريمه اليوم بالضبط. خلصنا اول وصفه. اوكي طيب هلا معناته احنا هيك اعطينا اول فكره. طبعا. انا خلص صار بوكسينج بدي اعمل هلا، بدي اخذ تريننج. خدي عني بالضبط. طيب يارا ايش الوصفه الثانيه رح تكون؟ الوصفه الثانيه اللي هي ليزي كيك بالتمر. هاي اللي انت تفاجأتي انها هي اصلا بالتمر. اسمع بحكي لكم قبل ما اطلع بالوصفه، شفت عم بقولها ليارا بالثلاجه ايش هاي، بتقولي خلص ذوقيها، فبدوقها بقولها اسمعي هذا ليزي كيك محشي ولا هذا تمر، بطل ضعت. ففي اشي عم بتحطيه بالتمر هلا رح نعرف سره. طلعوا اسمعوا كثير سريعه وكثير سهله. معظم وصفاتنا اذا لاحظتي ما بدها فرن بس بدها محضره طعام. طيب خلينا ناخذ المقادير على الهواء. تمام. ليزي كيك التمر رح تحتاجوا لكوب تمر منزوع النوى وكوب مي مغلية وثلث كوب جوز هند، ثلث كوب جوز مفروم أو أي نوع من المكسرات، ومعلقتين كبار كاكاو مندوبي، ثلث شوكولاتة مبروشة بالإضافة لمعلقة كبيرة شوكلت دهن بالإضافة لرشة ملح، و200 جرام بسكوت شاي وشوكلت مذابة للتزيين. هلا لكل حدا رح يكون مش عارف شو موضوع التمر ايش بتحطوا عليه عشان يطلع نكهه زاكيه وكيف يدخل مع البسكوت، هلا رح نعرف هلا الفكره. رح نعرف. تمام يلا. شايفين كل الاغراض اللي حكيناها بدون البسكوت رح نحطها كلهم بالفود بروسيسر او محضر الطعام. بس اول شيء التمر نقعته انا بالمي وصفيته اعصروه، ما بدنا فيه سوائل، يعني قد ما بتقدروا طلعوا منه السوائل. اوكي رح نحطه اول شيء بمحضرة الطعام. طب انت يارا سؤال يعني فني مثلا، انا فضل. بالبيت جاي على بالي لنفترض واعوذ بالله يعني شوكولاتة رح اعملها بالحكي. لا بتعمليها تركة التمر بتادي يعني انت بتخزنيها بعدين يعني بتقيمي النوى وبعدين بتحطيه بالثلاجة وكل ما بدك شيء ولا لا فرش؟ لا بجيبش كثير انا صراحة لانه مش كثير بنحبه يعني، بس بجيب هيك بحب يكون موجود عشان اذا جاع بالي اعمل شيء حلو، وانا بحب اكل حبة مثلا كل يوم. بس دائما بحطها بالثلاجه. بتحطي بالثلاجه حتى بيفرزوه برضه التمر للعلم. ما بسالوني قبل شوي انه اسالك ما بيتجمد هيك؟ لا لا بخشب. لا لا بفك بسهوله يعني. حلو. حطينا التمر وحطينا الشوكولاته المبروشه. شو يعني شوكولاته مبروشه؟ عادي شوكولاته يا اما الواح شوكولاته مبروشها بالمبرشه او بمحضره الطعام. حلو. عندي جوز هند برضه اختياريه بس زاكيه يعني حطوها اذا بدنا واذا بدنا لا. بالضبط. حب جوز عين جمال، معلقتين من كاكاو دوبي. عصيرة الكاكاو بدي أشرح لكم عنه قبل ما ومعلقة شوكولاتة الدهن لحتى تمارا أشرح لكم. هدول كلياتهم بمحضرة الطعام. هلأ أنا اللي بدي أخبركم إياه أنه دائماً يعني أي ست بيت زيارة اليوم يعني متخصصة بالحلو، دوبي بالنسبة لها الحل الأمثل. ليش؟ لأنه هو كاكاو بودرة بدوب كتير بسرعة بالمي الباردة أو الدافية أو حتى السخنة، عم بيعطي اللون اللي هي بتحتاجه 100%، بالإضافة أنه هو سريع الذوبان. وأنا بدي أخبركم الطعمة
فظيعة يعني مدعم بالكاكاو بشكل كتير حلو. هلأ الحلو كمان في الموضوع أنا بحب البلاستيك على فكرة كعبوة بحب دائما لما أحتفظ فيهم بال بتعرفوا الأولاد ممكن بدهم يسحبوا شغلة يكسرها بيخاف إنه الواحد يكسرها، فحجمها كويس ممسكها مناسب بترشوا هيك بتطلعوا بالمعلقة زي ما بتكم 100%. يلا طيب هلأ رح نشغل الخلاط نفس الشيء. واحد اثنين بسم الله سكوت حنصور. ورجعنا لكم بلعب دورك اليوم بلعب دورك. طب بدي اسالك سؤال وصلنا هون شف قصه التمر عامل ازمه اليوم. عن جد شف التمر عم نحطه باكيتات بالفريزر له اكثر من شهر، كيف ممكن نستخدمه وهل بيخرب لا؟ لا ما بيخرب، بنطلعه بصير درجه حراره الغرفه وبتستخدميه مثل ما بدك، كثير سهل بالضبط. هلا تمارا شفتي صار عندنا زي العجنه هيها، كتير سهل الموضوع. طلعي كيف ولا عن جد زي الليزي كيك. نفس الشيء، وبتعرفي انه الليزي كيك بيجي له زبده وبيجي له زيت وبيجي له، انا مثلا بعمله بالبيض، رح انا اشارككم وصفتي بالليزي كيك. قصه البيض هذه كيف انت ممكن تستغني عن الوصفه انه يكون فيها بيض؟ مش كل شيء، بس مثلا انا الليزي كيك اللي بعملها بالبيض كتير طعمتها طيبه. هلا رح نكسر تكسير افكر لا لا ما مش تكسير مطحون يعني لا عشان يضل مبين انه ليزي كيك بس مش قطع كتير كبيره. اوكي طيب انا بدي ارجع اقول لكل يلي بيحبوا يارا ولكل يلي بيحبوني وبيعزوني بدهم ينشحونا اكثر واكثر ويوصلوا كل الاشياء اللي عم نعملها بتفاصيلها، والله هاي الحلقه ما بتتعوض والله. للي بيحبوا الحلو بدهم الاسرار الصح ما عليهم غير انهم يكتبوا من المشاركه على صفحه عمان تي في اوفيشال بالفيسبوك تحديدا بالشير عشان توصل وترتفع لعدد كثير كبير، ومش بس هيك بتصير موجوده عندكم والحلقه نفسها ما بتضيع، يعني اي وقت بدكم شغله بتخشوا علينا على طول. بعدين انتوا طالبتوني انه هاي اعملها بالمحل، والله انا ما كنت ناويه تمزحي. بس شكلي رح اعملها يعني بيقولوا لك مثلا بيجوا ناس بيحكوا مثلا للشباب الموظفين انه ليش يارا ما بتعمل لنا هيك؟ لا هلا مش كنتوا عم تقولوا لي قبل في اوكي احنا الشباب بس في كثير ناس شوفي انا لما بشارك وصفاتي كثير ناس ببعثوا لي انه طب ليه ما بتنزليها بالمحل؟ لانه احنا بنحب هاي الوصفه ووصفتك كثير زاكيه وطيبه بس انه ما بدنا نعملها ما معنا وقت عملنا اياها بالمحل ما معنا وقت كمان يعني قدرت قادر نزلتها وكذا بعدين انه على قد ما انطلبت مني صرت ابيعها بالمحل. طب يارا انت هلا بما انه يعني بتشتغلي بهذا المحل وهو لك وانت بدك تدعميه ويعني كامرأة مثابرة كأم عم بتعكس يعني اتجاهها من البيت لمحلها انت بتداومي من اي ساعة لاي ساعة وبتفوتي على المشغل وبتشتغلي وبتطبخي وبتعملي؟ من الصبح بكير ل حتى اخلص شغل تقريبا، يعني مرات بخلص ثلاثة مرات بخلص متأخر حسب المواعيد. بتحضري القوالب وبتطلعيهم؟ انا عندي تيم يعني عندي طبعاً. تيم الحمد لله، انا بلشت لحالي بس كان معي شاب ببيع وبعدين الحمد لله يعني احنا هلا في تقريبا 15 ل 17 موظف يعني اسم الله فكل حدا له شغله حلو. بس انا بعمل جزء يعني جزء كبير كمان من الشغل من الخلطات من الديزاين ما بقدر يعني ما بقدر ما اترك المحل ابدا. هلا عجنتنا صارت جاهزه نقدر أوكي. نعملها باي طريقه انا هدول حطيتهم بس يا رب اكون حاطه الصينيه بالقوالب. طيب انا بدي اقرا مجموعه من المشاركات اللي بدي ارجع اذكركم فيه بانه اليوم احنا عم نسال سؤال، هل انتم من الاشخاص اللي بتحضروا ثيم للمناسبه اللي عم نتلقاها يعني عيد الاضحى بتحطوا زي ما انتم شايفين هيك مثلا خواريف وكعبه واضاءه بسيطه مثلا بشهر رمضان المبارك بنعمل الهلال والنجمه وغيره، بدي تجاوبوني اذا انتم فعليا بتحبوا هذا الحكي بتزينوه او خلص بتمشوا على الستاندرد يعني نطبخ برمضان بالعيد بنقدم معمول وخلصت شوكولاته وخلص. طيب هاي احنا مثل ما قلت لكم هاي طريقه برزنتيشن انه احنا رح احطهم بقوالب الميني كب كيك الصغار، فينا نعملهم بالرول عادي شفتي كيف الليزي كيك او طبات مثل ما عملنا اللوتس. احسن شيء عشان نزينهم لازم نجمدهم نحطهم بالفريزر اوكي، بعدين لما بنيجي نزينهم بنسيح الشوكولاته وبنحطهم عليهم. حلو يعني سهل كتير الموضوع. هلا اذا لحقنا بفرجيكم كيف بس لازم تكون شوي جامده، فانا
اوريدي زينتهم وجهزت لكم اياهم. هلا بتحطيها بالثلاجه بدل ما نحط عليها الشوكليت؟ يفضل فريزر. كم ساعه؟ ما بفرق يعني، اقل شيء بدها تكون 4 ساعات عشان نقدر نغطسها بسهوله يعني. يعني قبل بليله انا بقول ولا تنعجي ولا تعجي. اسمع اعمليها وحطيها بالفريزر وانسيها، بس يجي عندك الضيوف طلعيها. حلو. يعني انا هاي من الوصفات اللي بخليها بالفريزر ستاند اب. تمام. طيب احنا رح نعملها هلا، احنا اكيد جايبين معنا جاهز، بس رح نطلع بالفاصل بشكل سريع وبنرجع لكم. تمام. بتتخيلوا قد ايه مبسوطه بالحلقه اليوم، يعني الوصفات بتجنن، خفيفه لذيذه، عم نعطيكم هيك افكار سريعه بارده بتخلص هيك 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 وغير مكلفه بالزبط. هذا إشي كتير ضروري نعرفه قبل ما نرجع نبلش بالوصفة، بس عشان في كتار من الأشخاص عم بتابعونا، بدي أقول لعدي حمد الله على سلامتك، وإن شاء الله هيك طبعا نورت الأردن، وصلنا من البحرين. وبدي أقول كمان لمحمود المعاني شكرا لمتابعتك لإلنا. طيب يارا رح نرجع نذكر بشكل سريع لكل يلي انضموا لإلنا هلأ، صفحتنا على عمان تي في شغال عليها اللايف هلأ، شيروا الحلقة لعدد كتير كبير من الأشخاص اللي لازم يتابعونا وما تروح عليهم زي هيك حلقة، خصوصا قبل العيد. كل سنة وانتم سالمين. بالإضافة لأي سؤال وأي استفسار أنا رح أوصله ليارا. أكيد. طبعا كتير في عندي أسئلة رح أرجع أسألك إياها، بس رح ناخد مقادير الوصف اللي هي شو هلأ؟ اللي هي كرات التمر بالفستق الحلبي. يا سلام. يلا بحكي لك قصتها. أوكي. أوكي. كرات الفستق بالتمر رح نحتاج ل 2 كوب فستق حلبي و100 جرام تمر منزوع النوى، بالإضافة لمعلقة كبيرة مزهر وتشوكلت للتزيين. يلا طربينا بقصتها. اسمعي قصتها كتير حلوة. لا عادي يعني، بس قصة خلينا نحكي مفرحة للناس اللي بدوروا على إيش بدون سكر. حلو. أنا ما بعرف إذا أنتي بتعرفيني من قبل أو أنا كنت أنصح من هيك ب 12 كيلو. تمزحين. فأنا ببداية السنة خلص أخذت قرار إنه لازم أنزلهم. لا لأن أول مرة بحياتي بالضبط. محل حلو وبدها تنزل 12 كيلو. فيعني لا ولهلا يعني كثير ملتزمه ونزلت 12 كيلو. فكان عملت هاي الوصفه بيوم انه عن جد شعبالي شيء كثير حلو وما بدي سكر، فكانت عباره عن بس فستق حلبي، وانا كثير بحب الفستق الحلبي يعني كل الناس بيعرفوني بيعرفوا قد ايه بحبه، وتمر وماء زهر، وكنت اخذ كل يوم منها قطعه وخلص كنت احس حالي انه مبسوطه واخذت الشيء الحلو اللي بدك اياه. تكوني وانت عامله دايت جعبالك شيء حلو بس بدك تحسي بالذنب. لا ومش بس بتحسي بالذنب، بتعرفي الجسم بخرب حلو لانه بتنرفزي، بصير في عندك هيك عدوان. فكانت بالنسبه لي هاي المتعه. طيب عندنا فستق حلبي، وحاولوا جيبوا هذا اللون اخضر مثل هيك. يعني ايش الفكره؟ نوعه بيكون لونه احلى وطعمته اقوى يعني. اذا متوفر مش عنده عادي الموجود. تمر بنشيل برضه النوى منه. هلا هاي على محضرة الطعام شو رح نعملها؟ كيف؟ ما رح نضل مرة واحدة، أنا نعمل هيك بولسز هاي لحتى يتفتفت ويدوب ويصيروا هيك زي الفتافير. بعدين بنضيف لهم ماء الزهر وبتكون خلص منعجنها وبنحط نغطسها بالشوكولاتة. أنا هاي غلبتني اليوم. مش مشكلة، بس هلأ أنت عم بتقولي يعني حتى طلع في تكنيك يا جماعة بالخلط يعني عشان ما لأنه هدول بالعادة بنحرقوا، بنحرق الماتور تبع خوفا على هاي واحد. ثاني إشي عشان الزيوت الموجودة بالفستق الحلبي ما تطلع، لانه كل المكسرات فيها كثير زيوت، فلحالها بتصير زي البيست زي المعجون. اعطيكي مكافاه على هاي المعلومه، اعجبتني. اعجبتك؟ ما عمرك حسيتي لايك؟ ما بعرف. كل المكسرات ما بتنخلط كثير الا اذا بدك تعمليها زي البينت بوتر والالمند بوتر. اوكي. طب يلا خلينا نخلطها على راحتها. بسم الله. هلا بدنا نزعجكم.
طبعا احنا مش خربانة عندنا الخلاط، هو هيك التكنيك بدي ارجع اكد عليكم والله جد، لانه في شخص واقف معانا بيقول لي ايش تمارا خربان الخلاط، لا مش خربان الخلاط، لا مش خربان التكنيك. هلا بدنا نحط معلقه ماء زهر، هاي المعلقه هي اللي حتجمعهم كلهم مع بعض وتعطينا العجنه، ما بالمرمر مزهر، لا زاكي بالعكس. وهلا الحلو بهاي الخلطه بتقدروا تعملوا فيه، بتعملوها حشوه برضو لكثير حلويات يعني. حتى ممكن تجربوا تحطوها بالمعمول، حلو، بدون سكر بدون قطر. شمي شامة ريحتها، اسمعي حاسة حالي بشم معمول بالفستق. بالضبط معمول بالفستق، ما أحلى ريحة المزهر، وبدون سكر وريحة الفستق هو مع بعض يعني خلص معمولة بتحسي حالك. على فكرة في عنا شخص لازم أفتن عليه، طيب هلأ بالكواليس عم بتابعنا، يعني عشقها بتحب الفستق الحلبي. طيب يعني إذا بقولكم زهقتني في رمضان كل إشي فستق حلبي، تمارا شيلي لي صحن. طبعا عم نحكي عن دانا زوقاش ولا واحدة رح تاخذي هلا خلص دانا. كلهم لدانا هدول، نعملهم طابات تعملوهم راس عشان انتم ما بدنا يطلعوا فلافل، تعملوهم مثلث لا شوفي انا هاي نزلتها عندي الوصفة، في كتير ناس عملوها برمضان وجابوا الكاترز او مقاطع تبعون الاشكال الهلال والنجمة، فبتقدروا تعملوهم هلال ونجمة وتغطسوهم نصهم بشوكولاتة بتضيفوهم يعني جاب لكم فاضيين اشغال بالضبط. هلا خلصنا احنا، هيها خلصت. شايفين كيف؟ هلا بدك تحطي الشوكليت، هلا انتم شايفينها هيك بس هي بتلم على بعض تمام. طب سؤالي هلا الشوكليت انت بتسيحي، انا شايفتك مطلعتيه من 1000 سنه وبعده دايب. الشوكولاته لانها ما بتجمد، لا ما بتجمد الشوكولاته، بتجمد الشوكولاته المهدرجه فيها زيوت مهدرجه. اوكي هلا هاي عشان زي ما قلت لكم افضل انها تكون بارده ومجمده نفس الشيء، لما تكون جامدة بنحط فيها نكاشة أسنان بنغطسها ومنطلعها كتير إذا أسهل. كانت جامدة، إذا كان جامدة أسهل بس رح تغلبنا هلأ، فهلأ هيك بنغطسها بالشو اسمه احكي معي. هلأ شوفي بدي أحكي لك شغلة كمان بأنك عم تفرجينا التفاصيل، إيش بدك أعطيكي؟ بدي فيه بالتلاجة بعد إذنك صينية جاهزين، إيش فيهم؟ الجاهزين وفي برضو صحون لإلهم. اوكي اللي هم زي البايت. أيوة. هدول الصحون يا جماعه رح افرجيكم اياهم، اعطيني بعد اذنك بتحطهم يارا هيك بالمطعم. هدول الصحنين كمان بتتشرطي عادي ما شاء الله انا شايفتك لا عشان ما تقلب، فبتاخديها بتاخديه كلياته وبس. شوفوا ما احلاها، احنا شكلها حطينا اوريدي هناك، حطينا هناك كل باقي. طيب يارا في سؤال بدي اسالك قبل ما يضيع عني هو من محمد دويك عم بقول لك تمارا بالنسبة للمعمول كتير طيب مع كبش قرنفل، بنصح الكل يجربوا بطحن 5 عيدان كبش قرنفل مع باقي بهارات الكعك للكيلو. معقول؟ شكرا يا محمد، أنا ما بعرف صراحة ما عمري جربتها فممكن أجربها. طيب ومعقول هيك يفرق معانا هالقد؟ إيش صار؟ هلأ سكتلت شوكلت وهي دايبة، وهاي الليزي كيك اللي عملناها قبل شوي طلعت معي، بس لما تكون جامدة بتكون كتير أسهل بنفس الشيء. هلا انت طلعت لي بالثلاجه، انا طلعت بالثلاجه عشان افرجيكم، احط لك هدول هناك بعد اذنك شايفين. أوكي. بفضل انها تجمد وبس بنصير صحيح نغطي هاي بلاش نحطها. أوكي. بس بدي افرجيكم كيف بدنا نحط البردين احنا. وهون تقريبا تركتيهم من امتى انت وهن بالشو اسمه؟ هدول عملتهم مبارح وحطيتهم بالفريزر غطستهم اليوم الصبح وخلص. كم انا فنانه، بصير اخبيهم هدول هون عشان انا ارش عليهم بصير مع القهوه على حسابك. بدي اضيفكم خلصنا هاي الوصفه، ضايل عنا الوصفه اللي انا متاكده كثير ناس بيستنوها اللي هي ايش؟ اللي هي وصفه الكوكيز. هلا الكوكيز سؤال، انت قلتي بالكوكيز بنحطه بالثلاجه بالفرن. في كوكيز ممكن اعمله بلا فرن ولا اي شيء؟ لا ما في كوكيز لانه يعني لازم ينخبز زبده وهذا اكيد. يعني في طلعت موضه مره الكوكيز اللي هم بتتاكل العجنه بس بتحمص الطحين وبيكونش فيها بيض يعني. شيء ثاني. طيب هلا بما انه احنا رح ناخذ وقتنا حيكون في معانا كوكيز خواريف، يعني اليوم كمان انسوا انه رح تاخذوا الكوكي الصح
والذاكره رح تشوفوا التكنيك اللي بيعملوا فيه الخروف. يعني هلا اكيد عندها حس فني يارا، واكيد رح يطلع معي بسيطة غزال يعني. بدل الخروف بس بدي اجرب اعمل لي واحدة. نطلع بريك يلا. رجعنا من جديد بآخر جزء من حلقتنا لليوم، حلقة يعني مميزة للعيد، وأكيد إحنا موجودين معاكم يارا وأنا مثل ما دائما خبرناكم كل يوم اثنين وأربعة، وأنا بكون موجودة معاكم كمان يوم السبت. ولكن هلأ بدي أرجع أذكر كل يلي بتابعونا، اليوم عم نعمل ضيافة للعيد غير تقليدية، يعني تركيزنا على إيش؟ على التمر. التمر. طيب يارا اليوم بدك تعمل الكوكيز الصح. كوكيز ما إجاها قلب، يعني بتقول لي أنا صراحة قلت يعني لازم أفرجيهم يا، لأنه عن جد بتعرفوا ممكن الوحدة تروح تدفع حق هذا الكوكي أبو خروف وتنسى كل إشي عشان يعني إنه عملت تيم يا حرام. بضارب بتضارب على حالك. لا يعني هلأ أكيد ما بنقدر نعطي للخبز لخبازة. بس بدنا نعرف لأنه والله أسرار. كتير هاي الوصفة بتنطلب مني، وكتير في ناس بالبيت بحبوا يعني هم وأولادهم يتشاركوا صح. بتحضيرات العيد. فإنه كيف بتعملي كوكيز وما تفرد، كيف تعملي كوكيز وتكون برضو زاكية مش يابسة مش سكر مش، فهاي الوصفة عن جد الصحيحة. طيب رح ناخدها مباشرة على الهواء بالمقادير، ركزوا معانا كتير منيح بإيدها ليارا وشو رح نعمل بالتفصيل. أوكي. كوكيز الخروف رح تحتاج ل 250 جرام زبدة طرية، كوب سكر بودرة، حبتين من البيض مع فانيلا بالإضافة ل 3 كواب مع نص كوب طحين ورشة ملح. يلا اوكي فرجينا كوكيز. خلينا نفرجي، اهم شيء انه بدنا الزبده لازم تكون درجه حراره الغرفه طريه يعني. اوكي راح نخلطها على العجانه. اذا عندنا هاي العجانه بدنا نستخدم هذا مضرب الكف، اذا ما عندنا عادي خلص بنخلط بالايد او بالخلاط الثاني. راح نحط معه السكر البودره. حلو، سكر بودره مش سكر عادي، هاي ضروريه، هي اللي بتعطينا النعومه وكيف الكوكي بتكون بتدوب. اوكي هاي هي حطيتيهم مع بعض ولحالهم كانه لحالهم رح نخلطهم. هلا بتعرفي شو بدي اجيب هاي هون عشان ما دائما اول شيء بسم الله لحتى رح بس عشان يدوب عشان نحن واواعينا والاستديو. شكرا انك تذكرتي هذا الشيء. شكرا. طيب هاي اهم شيء رح نخفقها لحتى تصير هيك فلفي فتحه بيضة. هلا بنزيد السرعه. ليش حطينا زبده طريه؟ عشان تدوب بسرعه تتحرك عشان بسرعه عشان تصير زي قوام الكريمه عشان حلو. تصير هيك نافخه. حلو. لو حطيناها بارده ما رح يزبط، ما رح يدخل المكونات في بعض. اوكي تمام. والحلو بهاي ما رح تاخذ وقت، خلص انا بس بدي يتجانسوا ويبيضوا مع بعض يصير لونهم ابيض. تمام. تحطي هلا رح نحط البيض والفانيلا. انت شايفه بالجاليري كم من حدا صار موجود؟ كلهم بيستنوا الحلقه. يا حزرك يا فزرك ليش اجوا؟ ليش على الريحه؟ كله جاي على الكوكيز. على الكوكيز. على الحلويات صح. يلا اشربوا قهوه. انا حاسه بدي اشرب قهوه ساده. بدي اوزع قهوه واعمل ضيافه عيد وكل سنه وانتم سالمين. عن جد لازم احط لنا هو طبعا عيد. يعني شوفي دانا جابت دارين ويعني ضل حدا ما اجى.
يلا هلا اهلا وسهلا فيهم. في قهوة بعد شوي بدنا نضيفكم قهوة، قهوة أنا عملتها أكيد شفتها الصبح وهي عم تعملها، قلنا القهوة اسمعي لونها فاتح زبدة. شوفي هلا شوفوا دائما دائما بعجنات الكوكيز لما بنحط أو بالكيك لما بنحط بيض على زبدة بصير عندنا هذا المنظر اللي هيك مش متماسك طبيعي جدا. يعني أنا لو شفته هيك بفكر بحالي بالبيت مخربته. لا 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 جد طبعا طبيعي لأنه هاي سائل على زبدة طبعا تصير هيك. هلا بضربها ضربة سريعة وصلك سؤال يارا من أم هاشم عم بتقولك شو سر هشاشة البوتيفور أو الكوكيز؟ هاي لا حكيت لكم إياه موضوع الزبدة والسكر بالضبط سكر ناعم سكر ناعم وزبدة بحرارة الغرفة وصفة تكون مزبوطة عرفتي؟ يعني ما بزبط الطحين يكون أكتر من الفات ما بزبط إنه الزبدة تكون أكتر رح تفرد يعني بالضبط على المقادير اللي بتكتبي لنا إياها. هلا بقولك شغلة هلا إحنا حطينا الطحين مع رشة ملح الحلو مو زي الأكل الحلو إحنا لازم نلتزم في هي معادلة أوكي لازم مكونات الرطبة مكافئها مقابلها مكونات جافة الأشياء اللي بتبني الكيكة أو القوام تبع الكوكيز كلياته هذا مدروس يعني بكتب وصفة ما هيك خلص بحط يعني لا بتعرفي أحياناً في ناس بيقول لك عن نظر هيك بتعود إيدي لا هذا بالحلو ما في منه عن نظر خلص أبداً أنت بالتفصيل الممل هلا إذا بدكم أنتوا عن جد الوصفات تكون زي ما بتعمل يارا بالمحل يعني بدكم تمشوا بالحذافير زي ما بقولوا شايفة هلا حطينا الطحين بس بدنا يتجانس يعني انا ما بدي ارجع اعجن خلص ما خلطتي كثير قصدك بالضبط بصير عندنا خبز ببطل عندنا كوكيز تمام تمام اوكي هلا هاي العجينه راح اتركها راح نلمها شايفين كيف بس بنلمها لم اوكي وبحطها فتحة هذا كيف بتطفي خلص خلص يا سلام خلصت ما اول مره بمسك خلاط طيب هلا هون رح احطها بالثلاجه ما بنقدر نشتغل فيها هيك الا لما نحطها بالثلاجه تمام بنحطها قديش بالثلاجه مينيمم نص ساعه اقل شيء مينيمم نص ساعه نص ساعه وبعدين بتفرديها بال بعدين بنفردها هلا عندي انا رح افرجيكم عندي اوريدي عجينه وين اذا لحقنا هلا هاي بارده بنفردها بالشوبك عندي قطاعه يعني انا كنت ما بعرف اذا رح نلحق هاي بس بدي افرجيكم شغله مهمه هلا هي هيك بتطلع بس تكونوا حطيتوها بالثلاجه ايوه بتكون جامده عادي أشوف. جدا شايفه اولها رح تغلبنا شوي باخذ الخروف رح تغلبنا كثير بتتذكر الاغنيه اللي كنا نغنيها بالكي جي خروفي خروف خروفي خروفي والله. ابو فروصوفي له ارنين اربع رجلين والله بتذكر كنت طبعا طلاري بغنيها كنت انا وصغيره طيب هلا هاي اهم شيء لازم نحط طحين انا نسيت احكي عشان تطرى يعني اوكي لا مو عشان تطرى هذا النشا عشان تفرد اوكي عشان ما تلزق تمارا يعني اخلاص المناصير تقولك ما شاء الله عليك يارا وعم بحسدوني انه انا واقفه جنبك حبيبتي انا والله لو انكم موجودين هون لو تشوفوا انا بالبريك رحت وزعت على الكل يعني بحب الكل هيك يكون مستمتع معانا بالاكل اكيد هون عم بسالوكي ليش كل الشيفات بالعالم يعني شاف بحطوا خميره للمعمول كنت اعمل معمول واحط خميره وكانت تروح الرسمه عند الخبز وبطلت كل نسبه الخميره كثير ايه كون الخميره اللي حطتها كثيره لازم تخفف بس لازم تحط خميره بنقدر بنحط خميره لازم وهي الخروف شوفي انا بدي الفقره الحلوه هلا تمام هلا الرسم هلا ما بعرف شكله ما معنا كثير وقت اشيلك احط لك الكوكيات هناك شو رايك لا بس هون بدنا نرسم لهم عيون تمارا اول ايش نعمل العيون سريع دقيقة. بدك تحطي لهم عيون اطلع لك الصينيه زي ما هي هلا احنا كنا المفروض نفرجيكم كيف نعمل بعجينه السكر هاي بس هلا شوفي ما بنقدر نخلف احنا وعدنا بالحلقات القادمه للسياره كثير رح تعمل عجينه سكر لانه انا رح اطلب هي سهلة هلا يعني. مباشره على الهواء من الشيف انها تعمل لنا حلقه خاصه
لتزيين الكيك حاضر. اللي بيعملوه لعيد الميلاد رح يعني نعمل. اليوم ان شاء الله رح نعمل أكيد. عن جد يعني انا أكيد. مثلا تقيل الدم باجي بقول لك اسمعي لو سمحتي بنتي بتحب مثلا ثيم شو اسمها هاي فروزن فروزن الشعر هذه إلسا وأنا بدي اشوف كيف ممكن تعملي لنا اياها تمام وصلك سؤال ليش ما حطيتي بيكنج باودر بالكيس لا ما فيها ابدا هاي العجنه ما فيها بتصير عنا نافخه ما بدنا اياها احنا نافخه اوكي احنا بدنا اياها بالعكس فلات حلو طيب خليني احكي لكم بالضبط شوفوا يا جماعه موضوع عجينة السكر كتير سهل بنفرده دائما بنشا ورح نرجع زي ما حكت تمارا نعمل حلقه خصوصي اوكي انا اوريدي مزينتهم تدهنوهم بشويه قطر بس سهل تحطوا عليهم الافكت اللي بدكم اياه بعدين بنحط عيون بس انا مو ملاقي المقص يا سلام على الخروف بالله بتعملوا رجلين قاعده كمان خلص ما معنا وقت نعمل رجلين تمام طيب انا هلا رح اخذ لك الكوكيز احطهم على بهذا الصحن بعد اذنك واللي بدي افرجيكم اياه انه الكوكي يابسه يعني ممتازه مش يابسه انها بتتاكلش باكلها بتصير كرنشي بس خايفه اكلها اكل قتله هلا من يارا لا لا كلي كلي بعدين في شغله مهمه دائما خلوا طبقه عجينه السكر مش كتير خميره لانه مو زاكي وبتنشف بتعرفي يعني انت ليوم بدنا نعمل ستايل عيد ميلاد خلص بنعمل ان شاء الله تعملي لنا هيك الثيم كيف احنا بنعمله اكيد رح نزين كيك ونعمل كوكيز وكيك بوبس دي هاي مملزقة شوفي انا اذا بحط زيادة بخرب لا ما بدنا كتير خلص لانهم لازم يجمدوا خلص بكفينا الباقي احنا بنخليه معنا وبناكله على قول ماجد وان شاء الله هيك تكون ضيافتنا هيك تلاقوا لكم اكثر من شغلة او على الاقل شغلة تعملوها ارجعي ذكرينا يارا بشكل سريع وانا تمام. بسكب لك بهالقهوة ايوه والله جعبه خلص صرفي ما دقت من الصبح عملنا اول شيء كرات اللوتس بالتمر أوكي. بطريقه كلياتها خطوه واحده اهم شيء فيها انه نحمص السميد لحاله والحليب لحاله ونخلط بقيه المكونات عملنا ليزي كيك بالتمر عن جد عن جد عن جد لو ما بدكم تعملوا ولا شيء لازم تجربوا تعملوا هاي لانه رح تستغربوا قد ايه طعمتها زاكيه وعلى فكره هاي من الوصفات الموجوده في ماي ريسبي بوكس انا عندي مش كتاب بوكس أوكي. فيه وصفات فهاي الوصفه موجوده فيه فانا عم بشارككم هاي الوصفه اللي انا كثير بتعز علي عندنا كمان عملنا كرات الفستق الحلبي بالتمر اللي بتزبط تتاكل هيك وكمان للناس اللي ماشيين على برنامج ما بدهم ياخذوا كتير كالوريز هاي جدا مناسبه بنزل 12 كيلو اذا اكلت والتزموا مثل ما انا التزمت وعملنا كوكيز الخرفان طبعا العجينه اللي شاركتكم اياها بتقدروا تستخدموها لاي نوع كوكيز اشكال وهذا حلو. انا سر بعطيكم اياه مني إشي بالضبط نفس اللي نحن بنعمله عنا بالمحلات لسه ما خفي كان أعظم بالحلقات القادمة بكرة حيكون في حلقة جديدة على الساعة 1:30 مع فانيتا والشيف هانيا يارا وأنا رح نلاقيكم الاثنين الجاي تضلوا بألف خير يارا كل عام وأنتي بخير كل سنة وأنتي سالمة حبيبتي